هل أقول أخلاق وأخلاق الإسلام قبل تنوي إن أنا كأنا بسوقات كاسو أحشوتك إلهي لقى حشوه ولذلك وحنا نري حشوتك وحول الصعود مركزك أسقي وحاسس الصعود إيمانك حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمر نبي محمد نشى عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان الحياء والإيمان قرنا جميعا ويقول حشوتك إيمانك ساس أيه يقول حرير سيه فإن رفع أحدهما متى دي لقاضه وفق لا يقاضه وحشوتك لا يقاضه رفع الآخر ككلمة راعية ولذلك حشوتك معنى بدن وليه معناها وين أنت عن قارن معناها بسيط كه وحوي سيد النبي نشى عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى حديث كاسوب لي هي قفك معصية كل عيسى حتى مركو معصية كل عاية قفك إلهي حشوت كقاضي تتكلم كان أركي سان وسوشيال ميديا وحر شيء جيان إلهي حشوت كقاضي هذا نين وحد عاية نين زينة كل عاية أما حاران قبل وقت جاية أما هذا أركي سيد إنه حضاي ومال أمان حضاي أما حتى قمر عبي وحي النبي عليه الصلاة والسلام حضاي لا يزني وحول الزاني حين يزني وهو مؤمن ما حد عي وحول حشوتك مركو الله قاضي مركو سو معصيته كل عيا قمر ذا مركو عبا وحول مع عبا قمر مركو حشوتك الله قاضي حي حديث كاسا فسره وآه إيمانك أصي ولا الجحر متى دي لقى هذا متى كلام أبو حيا أنا قفت مركو حشوتك الله قاضي إيمانك كبح حي ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام حديث كله من نوشة وحول الدين كست أخلاقه اللي هذا إن للدين إن لكل دين خلقه ويقول قل الإسلام الحياة دينك أخلاق قار لوك أقونص ذي اللي ذا دينك كريستيانك أخلاق قار اللي ذا لوك أقونص ذو هذا إله حتى يكون كفريان أخلاق اللي ذا يهود سدوا كله ثانيا نوحي الإسلام كأنا قال نينك مسلم كأه إدنت جيس واحد لوك أقونص ذا وحور واحد شاط ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي سعيد الخدري النبي عليه الصلاة والسلام هو نوصفه مركو الربيع نوصفه أخلاق ذو الله نبي قبل كله ويتوحير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوها نبي قلنا وش كينيا ونص فينيا وحور أشد الناس حياء وها كان أشد الناس حياء وحوها كان وحشات بدن محق حشات بدن وحوير قبل بكرة أو حلوية كان حشات بدن أولي خذر كذا كنت جرتماشة لقليه قبلها نقن كعرب تعوي قبلنا بكردة حشوت كقول يا قل الله بدي سيمل ماشي عسى كوك صن تحت رقم أركيس وحشوت بدن تاعي رقم أركيس ماشي مران كدي بهذا إساء إلى بنات شعيب سو إلى هم وشين وجاءتهم إحداهن تمشي على استحياء وقلت المام مركي دتك بحن مصو حيتري مركي دتك واحدة ما سنا يا أنا قاعد نانسنا وحين حشوت أوجين تاع حيدين تان أصل كذا وحشوت كا ولذلك وحيري وإذا كرهه شيء هدول نبي وحنا عبسته وحيري عرفناه من وجهه ولذلك إمام نووي مسلم ركوا في السرية حديثك وحيري لأنه النبي قدوم أركو حتى قف وحن قد عيسو أفكر أنه وحن كان أواقع مجعلان لكن وجهه يسأس بدل جري كرية حياء حشور أنا قال لكن قفها عنانا هنا وما دهر تدرنا نكو عنانا حشور ما حتى هدتك أخفك هذا وحشي حتى سيجارة يا أم الصحيحين إذا لكن إنه هرتوا عن أنت حديث كذا فسرت عرفناه من وجهه حمار وأركي قفوا مدين حمار تصلاف مدين لكن حليه وحديدة وحي نقول واقه على وجهه ساك جرنجر النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أبا سعيد القدري وحاجيبه إلى هو نحرس تابي صحابي قاتل نبي وحليه وحكومة ثلية مثال قبر بكراء أو حشاط بدن بالله عليك قبر بكراء العصر كان جو تكورن وقد نزع منها جلباب الحياء حشوت مره هل كان وحنكو ارك نيروبي قبل نقاب وتا او نين موته قدا لو سارنت قداش موته دي ساريه نسال الله سلامه العافيه اين هذه الحياء او حشوت الاله نامري هذه المعاني كلها ولذلك حديثك كان روحها او صحيح البخاري كجرا سغن إنما مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى وحيابها أنبيذهم لقد أحلوا حكمته إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وقفك دوعي شون مركا رقا وذي أنا قال رقا إن الدين تجيقم حليا وإن حشون وأن حتى تتكاس إلهي سوها نونية أمود عيني إن لفتك وذي لكن حشوتك معنى كل وأنك نقص لي أجر إذن
ودك دان قسيا حديث امام طبراني عبد المعقاد بن مسعود امام تربدي نبي عليه الصلاه والسلام مالن وصحابته كوير استحيوا من الله حق الحياه والالهي كحشود الرب وحشود اصحابته يا بين وحيننا نستحي من الله يا رسول الله والحمد لله والالهي كحشون حشود كعادي وقاتني لكن نبي وحدثي كلمات كومن وجواب الكلمه وحو رصاص مولو جيداني استحياك من الله حق الحياه وحولو جيدا ان تحفظ الراس وما وعى نك حشون ايو هرت مدخيسي وحو كوبو وين ويا مدخ مخو ويليا عندها قل للمؤمنين يغضوا من ابصاره عندها وحال دنيا ان حرام كارت نظر الاولى لك والثاني عليك اساس الدهايه حديث علي إنا إنها حرام لكن أنا محرمنا قبله وحي إن أنك حجاب أو سمايننا حجاب ما حجاب كان والواحة وحي إياه ما وقت النبي إن لم سمين لكن أنا إيمان كان ضعيفه هذا أنا أعرف إن أكون ترى رحنا لقيا بع شاسع أقول لك إن أنا لكن أصل بحوي هذه قال قارن باين إنها حرام تقيل الناس أنت مأمور لا تؤول الآية عين تأويل ما لها وشيء محكم والو أمر وفعل أمر والأمر العاري عن القرين يفيد الوجوب ساسنا وصوليد إذن وحلقا الربا إنها تكد ذا شد إنها قد قولت الفضوة لقاها هذا يقرك حنت بالله عليك مقايدها سي مولك اسمك تكتب ما تنددك فليو وحن وناك ميتو شيئا يعني نقول ما اللو عصحبت حكوجر إياكم والجلوس في الطرقات طرقات كاتو حانو قجر أنا قبوس كذا مقايدها عن فريسنين مولك مركز يرين ما لنا بدو أصحابته وضد السريحان يعني منافقين ما هين حين ما نافك الرسول قال له وكنا استنى ماش وحر إذن أعطوا طريق حقه حتى طريق ماش أطفال إذا مقايدة أطفال إنه حقوق إليه مثلا وحر يرد السلام مركو رحوري قف كستو صغره قبيل كيسي ماش وكي مديو يو يهي يكوحدو كترسيها فيرنا السلام عليكم رد السلام هدوكو السلام عليكم سلام على المار انك جالس كي يكون اجبتها مركو ننفر يا كم استاغنا على الرحمن ودك السلام مركزه هذا روحه وحيري وكف الأذى هذا ماشى سبحان الله زاد وصعدا كف الأذى ردتها كحمان قبيلها كحمان أو دت كام مكان وحكي شيء جن دت كجوا كشيء كاستا حتى سيكرين ومساجد إسكس وقال مجري نتك لكن مول كمان وحكوا عبيا دذا حمان حقوق ذم بحناي ولذلك أقول لي نبي عليه السلام تحفظ الرأس وما وعى عرب كان قدرا عرب كان عرب كان يويل وياه مدحه عرب كان أبو بكر وعلي المالك سوق وجهه ويجري هذا الذي أورد كان نار تنقي ويجري كان جاي ولا حديث النبي عليه الصلاة والسلام تاسق صحيح حديث معاذ بن جبل النبي عليه الصلاة والسلام هو شيء معاذ رضي الله عنه ويجري دير تيرك إسلامك وصلاة ودير بتسنة كرس وكرين جهاد كوي وحنا لك وش هيك أيوم كيا بمعاد ويقول يا معاد ألا أخبرك بملك ذلك كلي ما كوش هيك وح أم كوش هيك لأنه حافظ دجناي وح ملكي أجرة صوم كان يسرادن يكو كذين عرب كان كيد كات كاو عد عرب غيبة أساس كله حنت أساس كله نمي ماذا أساس كله كلمة ذا كست وقف كقلم كست وقول ولا قال ولا رجع قيامها قرب اقرأ كتابك من كل ويا قف وياه وعليه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ما حتى كتاب كان وحير الكفت كا ونيجر ملوس وقرونها صغير كبير ملوس وقرين ولذلك ألا أخبرك من ذلك الحوير مركب بلا يا رسول الله إيش يا رسولك الله معاذ الله الحوير فأخذ باللسان عرضه والحوير كف عليك هذا بالله عليك إخواني الاستحياء من الله حق الحياة وحكمده أفكوا حق قولي سيدنا إلى لسيد كلمة وقبصة ونقنيسة إن الرجل لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها البال تهوي به إلى النار 70 خريفا حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام قفك كلمة وقفر سنين دتك قص قصري طلك كفرحي طلك كفرحي ولاي لا كحول تهوي به إلى النار 70 كلمة داس أي نار تجيني سوي تضبط السنة من الله سبحانه يكرديته كف عليك هذا ما حد يحول يا رسول الله عرفت أنا محتاج أو نأخذ بما نتكلم به يا رسول الله وحول الثكلات كأمك يا معاد ورهو إذا قبلا معاذ وردت مع نار جيوري أو وجوه وجوري ذا على وجوه في رواد على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم والعرب قوان روح الجيادات كنار جية النار تعرب كعرب إيرانية salaad aan isoon kan arkaysan qasatan annaga heerka halkan dadka joog ganacsada u badanah Soomaalida Ilaahay wuu furay tijaarada Ilaahay u sii yaali laakiin tijaarada waxay leedahay shawaayib ay leedahay maxaa dhacay tijaarada markaas waxa ku jira xuquuqul abd ya ku jiro
حق هذه يا ربي قاعد يكده حياة حقوق ظلم على خلق هذا بل عند الوصولين أفر يا بجارسيان حق الله المحض حق وإله جار وياه وصلوات كان شنت صلاة وصدق هذا بحسريس إلها أمر رئيس أقول له عد قول شرك قول هذا وحكم بارحدين مبلغ أقبلاه وبريس حتى صدق هذا بريس ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس حق اسمح لي وإلهي أسكال صوان إلهي أسكال صوان صلاة أسكال حق نوحاليري قاص للعبد بين العباد وأنا أسكوله أنا أذي حق أسكوله لأنه يقول شيء حقوق أسكوليين وحيو الحق المسلم على المسلم ستة فإذا لقيته فسلم عليه سلام إلى إسهل أنت ذلك وضدك غرمات وأتكون مشغول قبيل كي أكون مشغول حق أولي هذا حق أسكوله أنا وأنا أذي أكون مشغول هل كان كيمد أكون مشغول والشكل جيجا أكون مشغول أيت لا السلام عليكم إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أمر أكون عنك التكليف حق أولياء وحولياء سدوا كله وإذا مرض وحول فعده إسبتال كم مسا مجرت مسلمين حق كله بريح كله إله إله حد يسقط عليه دونك يقع نوح نصيب صبا إله سو حنصنا إذا ألا تعلم إن دونك ينوح نصنا سأسوله وحكمت تشيع الجنازة كميدة وإذا عطس فحمد الله فشمته هدو الحمد لله راح يندسه إنا ترى يرحمك الله حقوق ولية حقوق بدن أي أجرته تاسو حلير من حق حق العباد بين العباد علينا ولذلك حقوق الإلهي تيس أسقى الله ذا أصوليت وحيرهان مبنية بالمصامحة إلهي نقولها فلغيابا وحلغيابا ماذا صلاة تكنين وما أوصهم إلهي نجنة قليل مشيئة ذي سقوق الله مشيئة الله هاي الرحمة وسعت الإله سبحانه وتعالى هل وحوم إله الشاق بس ويرقفك عذابه وقلاب حاول لك قال لما كنت انت والعياذ بالله مشرك أصوى كم انت كاسو يقول عفو اسم الله لكن وحي كسوى هارا أما معصي وقول عاي أما وحقول وحولي مشي هذه إله وقدر كاس إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فين أنت في المشي لكن حقوق العباد هذه إنك قنع سيني قد حي شركة الدهين أدي كانوا أدي إسلام هذا أدي جيران كهذا أدي دتك مسلمين حتى دتك مسلم كهين سناك مو قال حتى دتك مسلم كحقوق وسي إنك لا تأتي أهل الكتاب معاذ لي لك يوم الأدري وحالي إياك دعوة المظلوم دتك أرى وتجي زالين إسك إلى لها مارك وذن ولا يرادا هذا المين قال ضفته حقوق ضعني أدي مارك نقد حيسه مبنية بالمصاحب مشحنة ليها يمحاسب كرسنته هأم لين صلاة بدن أتوكتين صلاة الليل قرآن بدن آخر صدق بك استبحي والله إله إنك عفيرين حق أكجش حاس كاجا أما جيران كاجا أما نك جناس نك جد حياة حق أكجش إله إنك عفيرين تقول محير إله عادلوي صفدي عدلي وحود ما يساتس ما نك قيامه ليستوي يوم وقوم ناس لمن العالمين دعوه وحول لمن الملك اليوم إله وحول ملكي يا أسكله وحول أذي لله الواحد القادر وحول لا ظلم اليوم ما أنت ظلم مجره حتى النبي قلنا وشيك عليه الصلاة والسلام لذي جي سهلة تنكلا له حق هذا فما بالك لنا ما أنت ظلم سي إسلام الظلم سي أنا قبل أنا فورم أو نبا أكو هايسي أما أكما غنت هاي حقوق ذا اللي لقوا عفنا ما أغمتا لا والله ولا قاضي كالسسون كاقي إسلام هذا يا وحمة ريس وحكو تريس مره ما هم عنا إذا حسناتكم ليس حسنات وهي ليس ولذلك نبي وأنا ودقي من كان عنده مظلمة من أقيه فليتحلله الآن وأنك ولا الكيس ظلمك قالوا ولا الكيس مسلك على هذا محاس كيس آهات أقرب الناس آهات قرابة آهات نك بنانك آهات حتى كحالة يسور يوم الله ينفع مال ولا برونا إيمانا ما نك إلهي وسلام بنا تكجري أنا عفي ما لقى إلهي إلهي يقول لي حقا إنا قاذوي أني حقا أيك شيء وأكو عفكرة إلهي وهو ورحمة